بسم الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا في المحاضرة السابقة، كنا بنتكلم عن ريجليشن اناليسيس، وطلعنا بيه الار سكوير. الار سكوير ده عبارة عن الريجليشن لاين، ده اللي هو الخط اللي بيفسر العلاقة بين الاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل، وهي علاقة ممكن تكون علاقة سببية، يعني حاجة بتزيد فحاجة بتزيد تانية او العكس بتقل. وقلنا ان ده الاستيميتد فاليو اللي المفروض تبقى عليه الداتا، تمام، والاكشوال فاليو اللي احنا اصلا عملنا لها ريكورد، دي الداتا بتاعتنا، السيت بتاعتنا اللي اشتغلنا عليها. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اقارن بين الفاليوز اللي موجوده على الخط المثالي اللي المفروض تبقى الداتا عليه، وبين الداتا الاصليه او الاكشوال فاليو اللي موجوده هنا. ده الشغل اللي هنجيبه، او ازاي نحسب الار سكوير ده. فالار سكوير ده له برضو معادله، يعني موجوده في كتب الاستاتستيك او الاحصاء، اللي هي دي ما تقلقوش منظر شكله بايخ، لكن موضوع سهل وبرضو مش علينا، مش مهم، لكن المهم ان احنا نفهم هي جت منين بس. وممكن الكلام يظهر في الاخر خالص ان مهم جدا ان احنا نمشي مع الخطوات ازاي عملوها احصائيا، عشان خاطر ايه؟ نستفيد من النتيجه، النتيجه تبقى لازقه في دماغنا مش حافظينها. فاحنا هنحاول نكسر المعادله دي باذن الله ونحاول نحلها. احنا هنركز في شغلنا على بسط والمقام. طبعا ده سيجما، يعني بعد ما اخلص القيم الموجوده هنا بجمعها مع بعض. بعد ما اخلص القيم الموجودة هنا بجمعها مع بعض، وبعدين اقسم الرقمين على بعض، يطلع لي الار سكوير او الريجريشن اناليسيس، الخط اللي المفروض الداتا تبقى عليه. انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب باختصار شديد كده، الاول انا هقول مختصر احنا هنعمل ايه، وبعد كده ايه نفصل. انا عندي دول الاكشوال داتا بتاعتي، دي توزيعات الداتا بتاعتي الاكشوال. المين بتاعها؟ اربعة زي ما احنا عارفين. احنا هنشتغل على الجزء التحتاني، فانا هشتغل على y ماينس y بار. y بار يعني ايه؟ يعني المين اللي هو ده. فانا الواي دي عباره عن ايه؟ القيم الموجوده هنا، يبقى y ماينس الواي بار. واحنا عملنا الخطوه دي قبل كده، تمام، بس هنعملها تاني. باخد الفرق مسافات ما بين الاكشوال فاليو اللي عندي والمين بتاعها، خلاص، وبعدين اربحها. طيب تعال نعمل الكلام ده، الموضوع ما فيهوش حاجه. دي قيمتها 2 ناقص 4 0، 4 ناقص 4 هنا 5 ناقص 4 هنا 4 ناقص 4 هنا 5 ناقص 4 بس. فدلوقتي take the distance to the actual mean، بعد كده هبدأ أحاول أجيب القيم اللي موجودة على الريجريشن لاين أو الاستيميتد فاليوز. أنا لسه مش عارف الاستيميتد فاليوز، لاحظوا الكلام ده كويس. انا عندي رقمين بس انا عارفهم، فاكرينهم اهم، اللي هو التقاطع البي 0. التقاطع ده انا النقطه دي انا عارفها 2.2 موجوده هنا، واني نقطه انا عارفها كمان، انا عارف النقطه دي اللي هي تقاطع الثلاثه والاربعه مع بعض، مظبوط ولا لا؟ عارف النقطه دي، وعارف ميل السلوب، عارف قد ايه الزاويه بتاعته موجوده بتقاطعها مع الواي، اللي هو البي 1 بتساوي 0.6، ودي عملناها في الفيديو اللي فات. انا عايز بقى اجيب القيم دي كلها. طب ما سهله، ما فيهاش حاجه. القيم دي اسمها ايه؟ اسمها واي هات، اللي هي دي الواي هات، القيم دي. طيب انا عندي الميل وعندي البدايه وعندي الاكس، اعوض فيهم كلهم يطلع لي الواي. لو انا على رسم بياني هروح اعمل خط كده واشوف المقابل بتاعها ايه، انما انا عايز احسبها حسابيا بالقانون بتاعنا. فانا هستخدم الاول اني اجيب القيم بتاعتي اللي هي الاستيميتد فاليو. جبت القيم بتاعتي، خلاص، ببدا اشوف بعدها ايه عن المين. لاحظ ان الاكشوال فاليو انا حسبت قيم عن المين، وبعدين احسب الاستيميتد فاليو وبعدها ايه عن المين، وقارن الاثنين ببعض. قارن ايه؟ الdistance of actual values to the mean، وأقارنها بالdistance of estimated value to the mean، وبالتالي هو ده الR squared. ده ملخص اللي احنا هنقوله، يعني اللي جاي
هنعمل بقى ايه جداول ومش عارف ايه، ونبدأ نحسب حسابيا كده عشان نطلع الرقم ونشوف وضعه ايه، وبعدين نفهم احنا هنستفيد ايه من الار سكوير. طيب احنا دلوقتي هنشتغل على المقام. المقام بيساوي واي ماينس واي بار. احنا قلنا بار اللي هو اي مين، اكس بار واي بار، العلامة دي معناها المين. بشوف المسافات ما بين ما بين الاكشوال فاليوز اللي عندي وبين المين. طب تعال يعني انا هشتغل على ايه؟ على الواي. واي ماينس واي بار، الواي بار بتاعي 4 اهو، 2 ناقص 4، 4 ناقص 4، 5 ناقص 4، و4 ناقص 4، و5 ناقص 4. تحت بالسالب وفوق بالموجب، يمين بالموجب شمال بالسالب. يبقى انا دلوقتي القيمه الموجوده هقول 2 ماينس 4 بكام؟ 2 ناقص 4 بماينس 2، تمام؟ وبعدين 4 ناقص 4 بصفر، اهي القيمه موجوده على اللاين، يبقى قيمتها 4 ناقص المين 4 بصفر. بعدين القيمه دي 5 ماينس المين 4 بواحد. وبعدين القيمه دي فوق الخط يبقى بوزيتيف 5 ناقص 4 بواحد. طبعا القيمه دي صفر برضو، 4 ناقص 4 بصفر، يبقى 5 ناقص 4 بواحد. كده جبت المقام، بس هو عايزه سكويرد، سهله، اضربه في نفسه، ماينس 2 في ماينس 2 ب 4، مظبوط ولا لا؟ تعال نحسب، يلا. ماينس 2 ماينس 2 ب 4، 0 في 0 ب 0، 1 سكويرد ب 1، 0 سكويرد ب 0، 1 سكويرد ب 1، وبعد كده نوقف. احنا طبعا ممكن احنا في الاخر خالص هناخد المجموع، لو انتم متذكرين يعني هناخد المجموع، مفيش مشكله، هي المفروض تبقى ظاهره يعني. هناخد مجموعهم 4 1 5 1 6. خلاص كده انا كده خلصت المقام بتاع الار سكويرد. انا كده خلصت comparing actual value with the mean، بعمل عمليه مقارنه بين الاكشوال فاليوز اللي عندي والمين بتاعها. احنا بنشتغل على المين ده لاني انا عايز اجيب قيم الواي هات، الواي هات اللي هو الاستيميتد فاليو، وده له علاقه بالواي ملوش علاقه بالايه؟ بالاكس. فانا بعوض في الاكس بالفاليوز دي وبعدين اجيب الواي منها، عشان كده بشتغل على المين بتاع الديبندنت فاريبل. يلا ننقل بقى وايه، نبدا نشتغل على الايه؟ البسط. البسط بتاعنا كان ايه؟ كان مجموع، خلي المجموع دلوقتي الواي هات ماينس الواي بار سكويرد. الواي هات، طب انا الواي هات ده انا اجيبه منين؟ اهو انا المعادله بتاعتي اهي، انا عايز اجيب كل قيمه موجوده على الخط ده، الاستيميتد ده، عايز اجيب كل قيمه، سهله ما فيهاش حاجه. هشوف قيمه واحد الاكس اللي موجود عندي قيمته قدامها قد ايه في الواي هات، ويبقى دي قيم الاستيميتد فاليو الموجود على الواي. طب يلا نحسبها بسرعه كده. انا هعوض، هعمل ايه؟ الواحد، حط الواحد هنا، مش ده واحد، ادي الواحد، اعوضه في المعادله دي عشان اجيب الايه؟ الواي، الواي هات. طيب ادي 2.2 زائد 0.6 ملتبلاي باي 1. طيب يعني المعادله هتبقى 2.2 زائد 0.6، لان 1 في 0.6 بخلص المعادله دي بتساوي 2.8. يبقى انا اول خط بتاعي او ملتقى بتاعي هو 1 اكس و 2.8 الهات، ودي اول قيمه في الاستيميتد فاليو اللي موجوده على الريجريشن لاين. طيب رقم 2، 2 هنعوض 2 بنحط اكس هنا، مظبوط، سهله، 2.2 زائد 0.6 في 2. طيب اخلص دي الاول، 2 في 6 من 10 ب 1.2 من 10، يبقى 2.2 من 10 و1.2 من 10، ودي بتساوي 3.4 من 10. انا عندي الرقمين الموجودين 2 و3.4 من 10، 2 و3.4 من 10. وابقى انا حددت الفاليو الثاني في الاستيميتد فاليوز اللي موجوده على الريجريشن لاين.